السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين ويا مرحبا بكم وفي مشاهدين قناة الريان وفي كل المشاهدين سواء خلف الشاشات ولا اللي موجودين في سوق واقف، لأن ما شاء الله الناس موجودين والكل يطالعنا ويستمتع بحلقة سوق واقف. هذه دعاية لنا وحق أخوي أبو صقر، الله يمسيك بالخير. مرحبا ومسلم، مسك الله. يا مرحبا بك، تراك راعي مكان وما يحتاج الحين ما راح أعزمك، أنت الضيف وأنا الضيف، أنت راعي المكان. طويل عيمات على الحاج، والله شلونك؟ الله يرحمك. أمورك طيبة؟ الحمد لله. بلا عيمك، صوتك كل شيء تمام؟ إن شاء الله، نقول إن شاء الله. مشاهدينا الحمد لله. 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1 شنو هذه؟ هذا رقم تليفون اللي يرد عليه بصقر، وقدامكم على الشاشة اتصلوا. اليوم بصقر جاي ولا عنده ولا سباحة، يعني ما حد راح يطب حر. إن شاء الله إن شاء الله كلهم إن شاء الله. ما أبغي أطول عليكم، طبيعة البرنامج اجتماعي ثقافي ترفيهي لكم كل صغيرة وكبيرة في قناة الريان وفي تلفزيون وفي سوق واقف، طبعا لكم كل سؤال ب 500 ريال، كل سؤال ب 500 ريال اجابته ما عدا السؤال الذهبي. اليوم السؤال الذهبي عند اخوي العود، هو اللي بيعطيكم السؤال وهو اللي بيقول لكم، وانا متاكد انه راح يجيب العيد. يقولون في البداية توكلنا على الله نخطف، ما كل من طب البحر قال أنا، والتكملة عند بصقر، هو بيعلمكم أنا متأكد في 100%، لكن أتمنى أن أنتم إن شاء الله فايزين بإذن الله. إن شاء الله المشاهدين يقولون لك شو مجهز لهم اليوم. طبعا احنا اول في البدايه بنقول لكم، اول ما يبرخون على الخراب بيسحبون الباوره، هو السن حق الخطفه يسمونها فن الدواري، وانتبهوا يمكن يوم من الايام يكون احد هذه الاسئله في ذي البرنامج. قال لكم انتبهوا يعني بيسمعكم اياها، توكل على الله. لو ضيع دواوين هذه هو وصلت الباورة. وصلت؟ نعم. توكلنا على الله. الحين وصلنا احنا، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. عساك على القوة. الله يقويك. واحنا ما نبيك، ما نبي نتعبك، نبي أهم شيء أنك شوي شوي. لا إن شاء الله. وتخلي خلي مشاهدين يستمتعون وياك. بشاير. بشاير شو تقول؟ شو رأيك في المحمل؟ قرب بشاير. السلام عليك. هاي جلبوت. عليكم السلام. رحنا فيه السلام. شلونك؟ خير الحمد لله. من وين تكلميني؟ من قطر. من قطر؟ أنا عبالي من الدوحة. من وين في قطر؟ من منطقة النصر. من منطقة يعني من فريج النصر، والله يحييك ويحيي أهل النصر كلهم. قولي لي يا بشاير، ما كل من طب البحر قال أنا قوص. ها؟ قيس. قال أنا قيس، والله تستاهلين. لكن أنا أقول لك بعد، يقولون ما كل من طب البحر قال أنا قيس، ما كل من طب البحر قال أنا، شوفي ايش يسوي لك بصقر، قال أنا سباح. ها بشاير صح الكلام؟ يأشر لك يقول سباح. الحين تبي تقول تعلمه وبعد هي تقول سباح والغيس بعد الغيس سباح. يا ما صار غيس لا يعرف السباحه. عادي والله تستاهلين يا بشاير، والله يبارك لك، وهذه بدايه خير ان شاء الله. ان شاء الله. ما كل من طب البحر قال انا سباح. بشاير تقول لك انا غيس. تستاهل بشاير، الله يبارك لك وتستاهلين. وطبعا مثل ما تعرفين
يا الحين وقت الغوص، يا الحين وقت السباحة، وقت البحار. الصيف خلاص بدال قعدتنا على الأقل نتنور، رايحين الحين صيد لنا سمكة ولا نقوص، نحصل لنا كم محارة، نحصل لنا قماش ولا رزق عند الله سبحانه. لكن مشاهدينك يبونك اليوم، باقي الأيام عندك على كيف يبشرون عزهم اليوم يبقونك. على العموم مشاهدينا عندنا هذا أول سؤال، ومدام بشاير قالت ما كل من طب البحر قال أنا غيص، ولا كل من طب البحر قال أنا سباح، هذه كلها تؤدي إلى نفس المعنى. نعم. نقول لها ونقول حق مشاهدينا عندنا سؤال، والسؤال الثاني موسم الغوص 4 شهور و10 أيام مقسم على عدة أسامي، أعطوني اسم من الأسامي، أعطوني اسم من الأسامي، اسم رحلة من رحلات الغوص، وهي أسامي كثيرة تقريبا 5 4 6. لا بيقولون إن شاء الله بيجاوبون. أتمنى وأبغي الإجابة من عندكم، وهذه المعلومة إحنا بنزيدكم إن شاء الله. أم غانم الله يمسيك بالخير. هلا هلا مرحبا. شلونك أم غانم؟ الله يسلمك. الله يسلمك. من وين تكلميني؟ لا تقولين لي من قطر، قولي لي منطقة. أي تعجبيني من خريطيات. الله يحييك ويا مرحبا بك. الله يسلمك. الموسم كله أعطيني رحلة واحدة، اسم رحلة من رحلات الغوص. هلا. وبصقر بيساعدك. ساعدها الحين. تستاهل والله. إيش تستاهل؟ ما قد جاوبت للحين. جاوبت. هاي يا أم غانم. بس في احتمالات؟ وايد لأول يروح. لا أنت الحين قولي للي عندك، قولي أي شيء. قولي أي اسم من عندك. قطوني بحر عاد. لا 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 سلامتك، ما نقطك بحر إلا عند السؤال الذهبي. خمس أسامي، قولي أي اسم، ما مريتي على المهرجانات، ما مريتي على الغوص، ما مريتي على ما يدشون البحر ويردون من البحر. أم غانم. حداق الغوص في الغوص، رحلة من رحلات الغوص. هي قالت والله بتقطوني بحر. لا لا تقولي اللي عندك. أنا قلت الحين قولي اللي عندك أنت احتمالاتك. مع السلامة يا أم غانم الله يحفظك. عبد الله شغلك ما أعطيناها مسكينة تستاهل. تقول لك حداق؟ لا قلنا احنا نقول في الغوص. زين خلينا نشوف منيرة، يمكن منيرة تعرف. إن شاء الله تستاهل. احنا قلنا اليوم ما نبقي نقط حد بحر الله يسلمك. الحين أنا بقول حق منيرة، منيرة وينك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفين؟ الله يعافيك، تعرفين الإجابة؟ عطني احتمالات. أنا ما أنت الحين قولي لي، أنا حق مغانم ما أعطي إجابة، بس أخاف تقطني بحر مثل مغانم. لا 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 بس أنت لا تقولين حداق، ما لها خص بالصيد، بالغوص. في الغوص. الدكة أظن، ما أدري إذا صح ولا غلط. زين قولي. الدكة؟ يدشون البحر هم. الدكة؟ ساعتها اختيارات. تستاهل لا تستاهل؟ بيدشون القوس؟ احنا نبي اسم ما نبي الدشة. نبي اسم من اسامي الغوص. لا شوفي اقول لها فيه. قولها زين، قولها خل تختار واحد. تختار عندك يا المينة ولا البشيرية ولا الرد ولا الرديد، عندك شيء يعني. ها اول احتمال الرد لان يردون. لا لا تستاهل تقول الرد لان يردون، لكن هي ها الرد صح. انت صح. لا تقول ان يردون، ما عليك الرد صح. علشان يردون من الغوص وعلشان مساكين. تستاهلين. الله يبارك لك. الله يبارك لك. طبعا الرد، وعندنا المينة، عندنا المطامس، عندنا الرديدة، عندنا الخمشية، عندنا يستاهلون. كلهم يستاهلون. يستاهلون. ولو تعطيهم السؤال مرتين ثلاث بعد مساكين يستاهلون. اللي احنا قلناها. وبعد في غيره. شو يقول؟ سؤال العقبة، كم يوم؟ الغوص؟ الغوص.
كم والله مدة الغوص كاملة، رحلة الغوص الموسم كامل، كم يوم كم شهر؟ احنا دائما نقول يا ابو مبارك الكل ينتبه، لان احنا نقول السؤال وفي نفس الوقت معاه الجواب. اول من شوي اول سؤال كان فيه الجواب، كان فيه الجواب. اول سؤال كانت الإجابة موجودة، وقلنا مدة الغوص كم شهر، كم شهر كم يوم. احنا نبغي الإجابة من عندكم بصقر. حد اتصل الحين معك على الخط؟ لا بيتصلوا بس انا بسألك. تفضل. مر عليك في دشة من الدشات، في روحة من الروحات، سواء كان في الغوص ولا في الحدائق، هواء تلعوست؟ الهواء مشكلة، ما لا تقدر تغوص ولا تقدر تحدق، لازم يا انك تبندر يا انك تخطف معود، عاد انت تشوف اللي عجبك. السؤال اللي رديت البيت كله مصابات، حسب المصابات. يقول لي رجع البيت حتى وهو على فراشه ولا على كرسيه وهو يالس يحس انه يتصاب. يا اخي هاي المصابه سؤال، ايش معنات المصابه؟ الاولين اللي يحطونهم في ها في المنز خلوني تقلب يميني. نسلم على المصابه، نسلم على المصابه. لا لا خلنا على سؤال فهد. الله يمسك بالخير. الو فهد. فهد شهد. شهد وينها؟ شلونك؟ الو الو معك شهد. ما جاوبت شهد. ايه زين يا شهد، كم يوم الغوص، كم شهر؟ احنا قلنا مساعه يكون رجعت الشريط عشان تعرفين الاجابه. 4 شهور تقريبا. ما شاء الله عليك، وعشرة ايام من عند ابو صقر. تستاهل. هي قالت تقريبا 4 شهور. ايه تستاهل بالعشرة. وعشرة ايام من عندها. تستاهل العشرة من عندنا لها. شهد. ها؟ ايه؟ 4 شهور. شهد. وعشرة ايام. سمعيني. يا سلام. سمعيني. ايه اسمع. انا بعطيك الاجابة وانت تستاهلين. بس حد ساعدك في البيت؟ إيه؟ ولا حد ساعدك هني حذاي؟ لا انا الحمد لله ما يعني حذاي ما حد ساعدك؟ انزين انزين ما قصروا. تقول الحذاك ما قصروا. حل حذاي ما قصروا. الحين انت اللي تقول الجواب. تستاهلين. الله يبارك لك. وهذه عوايده، هاي مو بغريبه عليه. لا 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 انا شوف لا يعني الجمهور ساعدهم مو بغريب عليه. يستاهلون. يستاهلون. هذا اللي اقصده. لكن يعني تقول ان انا جواب على العموم مشاهدين. انا اقصد انه هو كريم وانتو تستحقون وهذه عوايده. عندك سؤال؟ ما ابيك تشوف. لا لا انا ما ابغى اسئلتك. تشوف الاجابه وتعلم. قول اللي عندك. انا ابغى اسال عن اقول سؤال. قول السؤال توكل. شرط عندك هو. تستاهل. وبقول اللي يحطونه على خشمهم اذا بيغصون في البحر شو اسمه؟ هاي يعرفونه كلهم. يلا احنا نبي سؤال صعب. احنا لا نحطه لا يستاهل بي الصعب ان شاء الله. ركب خطوه لين توصل. هذه السؤال من عند اخوي ابو صقر. طبعا هديه حق يستاهلون. والله هديه. والله يستاهلون. هديه حق اللي متصل. طبعا السؤال سهل، يقول لكم اللي ينحط في الخشم اللي يحط الغيص ويغوص شو اسمه؟ وهذه الحين بيقول لك واحد مش باص. مش باص؟ اشتراه. لا صدقني. يلا لان احنا هاي السؤال سالينا. لا تساعدهم. سالينا 3 مرات. لا تأشر. لا تساعدهم. انا مو مساعد. السؤال والله مو مكتوب هني عندي في هذه الورقه، مو مكتوب يعني هو يابا من عنده، لكن على العموم تستاهلون هديه من عند اخوي. ما حد جاوب للحين. تلقى صعب؟ لا لا الا اذا ما علمت ما اشرت لهم انت ولا تهاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شلونك؟ الحمد لله بخير، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. هاي تهاني. سؤال والله مو بعندي. ها؟ الفطام. اي الغوص ما منه رقاد. تقول لك الفطام. الله اكبر. ما سويت علمته ولا أشرت ولا أنا أنت الله أكبر. تاني وين تكلميني؟
مصلون محمد. ما شاء الله عليك، انت تعرفين السؤال قبل ها؟ تعرفين الاجابه اقصد من قبل ولا ابو صقر هاي قايل لك انه بيسالها اليوم؟ لا والله تستاهل. تستاهلين، الله يبارك لك. مثل ما قلت لكم ولك هديه من عند ابو صقر وانتم تستاهلون. ما ردك امر زين. نبغي سؤال عندكم؟ نبغي سؤال طبعا. اوكي ارويك اياه. لا ما ابغى اشوف زين. تقول بعدين على الرحله الجواب والرحله والناس وهل الغوص الاول ليو بيروحون الغوص شو يسمون الطلعه ذي؟ طلعتهم روحتهم الغوص لها اسم وهذا الاسم معروف. وكنا من انا اقول لك يا المشاهد لازم يكون واعي ومنتبه ومركز. احنا كنا نقول ان ندور في محملنا زين ايش كنا نقول؟ نقول الاجابه وهم والسؤال والجواب. صراحين حتى الكلام اللي قلناه من البدايه فيه كم جواب. على العموم ما بيطول عليكم، الرحله والطلعه اذا بنروح الغوص لها اسم، الاول والحين بعد نفس الاسم يا ام سعود، نفس الاسم ينقال اول وينقال الحين. ليه قالوا هل الغوص بيروحون الغوص؟ شو يقولون؟ شو اسم ال بغيت اجيب العيد، شو اسم شو اسم الرحله؟ الرحله هاي ام سعود راحوا دخلوا الغوص. بيض الله وجهك سمونه. لا 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 بيض الله وجهك. ايش قالت؟ دش الغوص دخلوا البحر. اي تقصد دش تقول دش تستاهل. اي ترى ام سعود انا اشرت لها قلت لها بطلي الباب ودشي. ام سعود يعطيك العافيه مرحبا. الله يعافيك. قبل لا تروحين من وين تكلميني؟ من عيدة. الله يحييك. أسئلتنا صعبة ولا سهلة؟ لا والله غير سهلة. ونهامنا أبو صقر هو يساعدكم ولا 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 مصعب عليكم؟ الله يساعدك. لا إن شاء الله ويساعدك. ما لهم إلا طيبة الخاطر إن شاء الله. أقول لك بيض الله وجهك. الله يرحم والديك. أم سعود إحنا لسمعنا صوتك وصوت كل المتصلين والمشاهدين. والله العظيم الله يعلم أن نفرح ونبغي لكم. وتستاهلون والله يبارك لك. ما تبي تسمع صوتي؟ اي الحين تقول لك نبغي نسمع صوتك. الحين ايش عندك لها؟ يا صاحنا لي صاحب عقب الغلام اللي وابنا حزن من لا مني ملني صرت اشتكي للبدر قلبه نحل ذابني صرت اشتكي لليبل اي والله صدوخ شعذابني من عقب بطلي الذهب اي والله يا زيق شرذابلي لحولي لما انجفوني حتى صويح بيملني يمرون لهم يستاهلون. فاصل ونواصل معاكم إن شاء الله وانتظرونا. استهلوا. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم. طبعا رجعنا لكم
خلينا ابو صقر يبل ريجه لانه وراه بعد نهمه ولا نهمتين هو قال ما راح يقصر وياكم. على العموم ما نبي نطول. السؤال اللي قبل شوي كان حق الاجابه عليه الدشه. الحين كل محمل فيه نوخذه، كل محمل فيه نوخذه، وكل المحامل تتبع واحد، ما بكلهم يعني كل مجموعة تتبع واحد، وهذا الواحد كبير النواخذة له اسم نوخذة أكبر من النوخذة ويتبعونه أمير النواخذة ويتبعونه المحامل له اسم. الاسم عندكم بصقر أتوقع ما يعرفه ولا تعرفه؟ والله أنا أقول تعرفه ولا ما تعرفه؟ أقول أنا لا أنا أقول لك تعرفه ولا ما تعرفه؟ يمكن خلنا أسمع يمكن على العموم إذا كوني أنا بغي الإجابة من عندكم والله ما موجود محمد والله الإجابة ما بهني. محمد الله يمسيك بالخير. مساك النور محمد شلونك؟ ناخذها والله طيب. شنو الإجابة؟ بس عود لي السؤال. ها؟ عود لي السؤال ما فهمت عليه. بعيد لك السؤال فالك طيب. المحمل والمركب فيه نوخذه. المركب فيه نوخذه. وكل النواخذين يتبعون واحد يسمونه أمير النواخذه، هذه له اسم عند هل البحر، شو اسمه؟ الله يرضى عليك. ممكن اختيارات؟ ها؟ يقول لك عطى اختيارات. يبي ثلاث اختيارات. احنا نقول يا يعني قلنا امير النواخذه يا يعني انه يكون يا البحار يا السردال. شوف ايش الغايد. ايوه قلنا يا البحار يا السردال. قبطان. ها؟ ايه القبطان ممكن؟ قبطان؟ احنا قلنا يا البحار صبر يا السردال. عبد الله العزاز عبد الله عطى لاف جاكيت عبد الله ولا عطى سباحه؟ لا ان شاء الله ما بيطب بحر ان شاء الله. ابشرك راح يا ابا وصل المحيط. تبي الاجابه العدله؟ عند ام علي. ام علي الله يمسيك بالخير. وين ام علي يا جماعه؟ ساعدك انقطع الخط على ام علي وما تستاهل ام علي. الله يردها ان شاء الله ان شاء الله والله يرزقها ان شاء الله. طيب فالها طيب تستاهل والله. ابراهيم ايوه احنا قلنا يعني يا ابراهيم السلام عليك يا السردال. وعليكم السلام. تعرف الاجابه ابراهيم؟ ايوه السردال. السردال من علمك صراحه؟ الصراحه الوالده راعي بحر. الوالده الله يخليها قول امين. آمين إن شاء الله. الله يخليها إن شاء الله وتستاهل. الله يخلي لك والدينك والإجابة صح والوالدة اللي علمت وقول لها أمانة قول لها خل تدعي لي أنا وأخوي بصقر وكل أمة محمد بيض الله وياك. تستاهل والله يبارك لك. اللهم آمين. الدشة خلصنا منها والغوص خلصنا منه والسردال خلصنا منه. شو باقي عندنا؟ باقي اللي خلص الغوص اللي خلص الغوص وعودوا الناس ورجعوا الناس بيوتهم ويبغون أهلهم يبون البلاد. الحين هي وقت العودة إلى الوطن. يرجعون اسم يردون حق بيوتهم. شو يسمون؟ له اسم. لا تيلس. لا أنا يعني يرجعون الرد ذي شو يسمونها؟ الدشه قلنا ولا احنا قلنا رجعتهم من الهاي رجعتهم من الغوص الدشه ليو بيدشون ايه؟ قالوا الدشه وليو بيرجعون. ايوه هني نبي الاجابه. لا تيلس جيت عمرك مسكين. لا شنو هم ترى يعرفون. العكس انا اليوم مستفيد من اخواني المشاهدين. احنا تعال انت تدري انت تدري انت تدري اليوم انت وين واقف؟ أول شيء هالجلبوت هالزين وإحنا واقفين عند محل البانوش لصناعة التحف والمراكب. هذا
القلاف القلاف اللي صنع هذا الجلبوت مواطن قطري شاب قطري مثلك وشرواك ولهنون مشاهدينا. الله يعطي الصحة والعافية والله. حسن الحمادي أخوي العود حسن الحمادي له محل البانوش عنده ما شاء الله محامل فنان وشقال وما شاء الله هذا الشاب القطري مجتهد وكان عنده المحل وحين ما شاء الله اثنين الله يبارك له ويزيده. آمين. وما شاء الله اللي يعجبني فيه أنه مجتهد الله يوفقه وتبارك الرحمن أكثر صناعاته طبعا من يده هو وهو قلاف ماهر الله يعطي العافية وبيض الله وياه وياك يا عبد الله. عبد الله ألو. هلا عبد الله السلام عليك. عليك السلام. تعرف الإجابة يا عبد الله؟ لا والله ما في اختيارات. شو يقول؟ لا أنت أول قول لي الإجابة اللي عندك بنقولك على طول. قال ألو اختيارات. لا إله إلا الله. نقول لا ايش تقول انا ما علي عبد الله ما يبي له شيء والله 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 انت ركز احنا ساعه شوف. فيه الغوص وفيه الرد وفيه الدش زين الحين الحين اعكس ويبي الاختيارات عطى الاختيارات احنا قلنا يا الدش الرد يا الرد الله يطول عمرك الحين ردين هم احنا ردين اي زين احنا ما نبي الدش ولا الرد احنا نقول له يعني يا الدش يا الرد عبد الله ركز وياي ها الرجعة ولا القفال؟ يمكن القفال؟ ها؟ القفال تقى؟ ها؟ شنو القفال عبد الله؟ تعرف شنو القفال؟ يعني شنو؟ أنا بعرف القفال يعني شنو؟ لا والله ما أعرف قفال؟ أنا قايل لك ماني براعي بحر، لو إني راعي بحر ما يبي له أنت 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 ما عندك قفل؟ ليه خلصت؟ عندي قفل ما تقفل ما تقفل الباب؟ الا عندي اقفل الباب احنا قلنا الرد وانت بس ركز في الكلمه الله يطول عمرك لا تستعجل قفال قفلوا سكروا ورجعوا خلصوا الحين ابي الاجابه من عندك شنو الاجابه؟ الراجعه ارجعوا ايش قال؟ صح جوابي كنا قال عبد الله مع السلامه روح بحر عقب هاي كلها قال الراجعه انا السبب مسكين عبد الرحمن صباح السلام عليكم يا مرحبا يا عبد الرحمن حياك الله تعرف الاجابه ولا ما تعرف؟ ايه ايه ها الرجعه؟ لا لا احنا ها الغفال. احنا قلنا يا يا الدشي يا القفال يا صبر خلينا نشوف عبد الرحمن ايوه معك معك شنو الاجابه؟ انت 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 اعطيك يا دشي لا انت الحين شنو اللي جاوبته؟ شنو الاجابه اللي قلته؟ الغفل 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 ايه يقول وين احنا ما احنا اسمع يا اخي عبد الرحمن مقفلين من الله الله يحفظك اهم شيء انك تعرف تسبح اهم شيء انك تعرف تسبح يا عبد الرحمن عبد الله الله يحفظك اليوم الله يعينك قطنا بحر والله راح بحر لا إله وصل لا المحيط مشاهدين مشاهدينا الله يرحم والديكم ركزوا وياي بصقر ترى ضيعكم الحين انا بيكم تركزون وياي علشان ما تخسرون انا جايبه عون لكن لا اله الا الله ما يصير ركز اقول حق عبد الله واقول حق عبد الرحمن قفال واقول لهم الرجعه ويقول لي يقول لي القفل ايش قال؟ واحد قال القفل وواحد قال احنا قلنا يا الدش يا زين الحين جاوب الحين انت جاوب على هاي السؤال ليه يو بيعودون شنو؟ خلنا نعطي اخونا الجائزه مسكين بتجاوب ولا جاوب انا؟ القفل قال قالها وبري القفل شو نسوي؟ شو نسوي؟ هاي اثنين طبوا بحر طبعا القفل نهايه الموسم نهاية موسم الغوص الحين جات الإشارة من أمير القاصة السردال هو اللي يعلن وعنده إشارة ذيك الأيام يقولون فيه مدفع صغير وناس يقولون رماية ببندق طبعا ثلاث طلقات اللي على الهير يسمعون أن السردال أعلن بالعودة
والرجعة معناته قفال، والناس معودين على البلاد، معودين للوطن، معودين حق قطر. هذه نهاية رحلة الغوص، فيها الإعلان من أمير الغاصة السردال. معلوم القفال؟ الله أكبر. عرفت القفال؟ عرفنا خلاص. الحين عرفنا القفال، وهذه المعلومة اللي احنا نبي نوصلها لكم. السؤال اللي عندي عن الفطام، الفطام قاله أخوي بصقر. أكو هاك هاك فطامك، خلي عندك. أنا كنت أسألك وش اللي ما كنت أعرف، بغيت أنا الجمهور يساعدني. تعرف تعرف هاي شنو؟ لا. ها؟ والله إنك تعرف. لا إله إلا الله. حلفت والله إنك تعرف. لا إله إلا الله. إن شاء الله إخواني المتصلين هم اللي بيعلموني. زين أنا 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 حلفت الحين، وعن حلفتي قول لي شو اسمها؟ قول شو اسمها؟ ما عليك مو بجايب العيد أنت، شو اسمها؟ القبعة. اسمها؟ ها؟ القبعة، جبت لنا العيد. الله أكبر. السؤال يستخدمونها حق شيئين، يستخدمونها حق شيئين. هذه القبعة يستخدمونها حق شيئين، قولوا لي واحد من الاثنين. طبعا لولوة، لولوة السلام عليك يا لولوة. عليكم السلام. تشوفينها؟ اي نعم اشوفها. اسمها قبعة من جوز الهند، يستخدمونها الأول حق شنو؟ يستخدمونها حق شيئين، قولي لي واحد من الاثنين. وأعتقد إذا ركزتي، إذا ركزتي بتعرفي يا لولوة. ها وينك؟ وياك. ها لولوة تعرفينها؟ حق المحار. لولوة ركزي ركزي شوي. حق شنو؟ بحر. عبد الله راحت بحر ابا اشرف. افا وصلت الخليج. لا اله الا الله. ما بقطر بعد، راحت طلعت. قلنا الاسم صعب، سهلنا الاسم وقلنا قبعه. اسمها 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 قبعه. أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم يوسف، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. الله الله يعافيك. هذه هذه قبعة يا أم يوسف، يستخدمونها حق إيش؟ ها؟ يشربون فيها الماي من قبعة. يشربون فيها الماي، يقول لك أم يوسف صح؟ تستاهل. مبروك تستاهلين. تستاهل. الله يبارك لك. شكرا. إن شاء الله بس ما علمت ال أقول لك مشكور وما قصر. طبعاً يوسف عرفت، لكن إحنا عرفنا إنه حق الماي. تستاهل. نطلع ال وغير غير الماي يستخدمونه حق شنو؟ مساكين علاجهم وين؟ طبعاً يستخدمونها حق العلاج. شلون العلاج؟ يتنقع فيها حب الهليلي والقرب. ينقعونه لهم هاي ينقعونه لين الليل، تضربه الشمس يدوب. لا دكتور ودى الليل يتدبغون به. هذا علاج من أروع ما يمكن، سبحان الله على إمكانيته. أي والله. على العموم الله الله يرحمهم ويغفر لهم. طبعا ذيك الأيام يرحمنا وياهم الواحد يفكر، والحمد لله يسوي له شيء. احنا استخدمناها في آخر بطولة ولعوزنا عليها، طبعا في السنيار ولعوزنا عليها بصقر، ما يشرب إلا منها، لا يبغي لا مل ولا قلاص ولا شيء. هذه 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 اللي كان يستخدمها. نخلي فيها. زين عندنا سؤال طبعا، وهذه السؤال في مخبأ أخوي بصقر. ما عندي الأسئلة كلها معاك. وين في مخبأك؟ وين حطيت مساعة؟ وين وين الأسئلة؟ ها شو يقول السؤال؟ وين الصرة اللي عندك؟ ايه ذكرتني والله. لا أنا. والله
شلون تقول مو بعندي؟ عادي 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 انا ادري. يقولون تدور ظناها وظناها عندك الجواب على كتف. انت الحين حاط الصرفه في مخباك زين. بطل بطل خلينا نشوف. ما اعرف بطل وانت اللي رابط هالربطه زين اللي يطيح. احنا هذه الصره الحين اي احنا نبي اللي في الصره. شو يقولون عن هذا هذا اللولو؟ هذه لولو. احنا نبغي الاسم. يقولون عنه يقولون عنه يا اخي كذي شوي بس ايه لينكت. لا لا ما لينكت. تعبنا تعبنا واحنا نجيب تعبنا واحنا نغوص واخرت. طبعا هذا اللولو اللي بيجاوب يقول لي شو يسمون دانا. دانا الله يمسيك بالخير. مشيك بالنور والعافيه. والله فكرت تقول قالك اسمك دانا. دانا وانت دانا وتستاهلين. زين اللي جابه يا دانا شنو ذي؟ شو اسمها؟ لها اسم هذه المجموعه لها اسم. شو يقولون عنها؟ على اسم مسلسل والله. ها خبر عدنا اختيارات. مسلسل خالتي هاي اللي يحطونه في التلفزيون شو اسم المسلسل خالتي يا اخي خلي يدك تي لينكت. قماشه قماشه. ها دانا ابي اسمعك انا. قماشه وجمعهم قماشه. جمع قماشه اي جمعهم شنو قماشه. تقول قماش تستاهل تستاهل. علمتني والله. هي اللي قالت ما شاء الله قالت قماشه وبعدين قالت قماش. قماش تستاهل والله. تستاهلين يا دانا والله يبارك لك. طبعا هذه الصرة احنا نبي نقول لكم ان جمع قماش. وبعدين عقب ما ينخلون في الطوس ويطلعون الصغار والكبار لهم اسامي طويلة وعريضة. احنا ما نبي نصعب عليكم لكن جبنا لكم مجموعة وقلنا لكم شو اسمها. هذه القماش وفيه طبعا خل 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 خلي بنصره ما عليك على الهواء. المهم هذه الصره فيها قماش. لا تحطها بمخباكات ساعه بعدين تنسى. اي تعب سنين العمر بروح وياك. انا بطلع فاصل صغير بس قبل لا اطلع فاصل في طلب طالبينه من ناس وايد يعزون علينا وعليكم. وقالوا لك الطلب اللي يبونه واذا لهم خاطر قول لهم. والله يستاهلون. هو بسيط لكنه يبغي له لكن بنقول لهم يبي له الطوس والطبل واليم شنو سمبرانجا ما ادري ايش اسمه النتاريا كاهو يمشي مي. والفين لا اله الا الله. 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 كاكا يمشي في المدينه كاكا يمشي في المدينه. والفين لا اله الا الله. والفين لا اله الا الله. في من شيد خيامه في من شيد خيامه على الصخر ما يطاب جبومه على الصخر ما يطاب جبومه. والفين لا اله الا الله. والفين لا اله الا الله. والفين لا اله الا الله. والفين ولا اله الا الله. طبعا هذه هو الفن يبغي له مع الياز ومع البحاحير يكون تشجع النهام وترد عليه وماشي. والفين لا اله الا الله. والفين لا اله الا الله. خلصنا والفين لا اله الا الله. نكمل معاكم فاصل ونواصل ان شاء الله وشوفونا بعد شوي ان شاء الله. وحياكم الله ورجعنا لكم مرة ثانية ونكمل أسئلتنا مع أخونا أستاذنا ناصر الخليفي. تفضل. أبشركم بصقر جاهز اعتباراً
من الأسبوع الجاي، ولقينا إن شاء الله واحد ينحط على اليمين. كفو والله يا مصقر أنت قد إن شاء الله. شرب عزك والله. على العموم واحد من الشباب يعز علينا الله يمسيه بالخير واقف ورا الكاميرا قال لي وقف بدون ورقة، لأن هاي المكان مكان بصقر وكل الأدوات اللي موجودة ما زالت عنده في البيت ويستخدمها، صح هالكلام؟ بعضها لكن ما الله. هاي يعني معناته تستخدمها في البيت أنت للحين؟ موجود بس اليوم طبعاً اليوم اليوم يقول لك اليوم حرق ثوبه كان يبي يسوي له حديث اليوم. على العموم مشاهدين أول سؤال هذا بغيت أقول اسمه هذه طبعاً أو هالأداة اليوم كله اليوم بخار؟ الحين بخار ها؟ زين احنا نبي اسمه هذا ليه الحين موجود عند بصقر غانم. الو السلام عليكم. مرحبا يا غانم الله يمسيك بالخير. السلام عليكم مساك الله بالخير يا هلا مرحبا. عليكم السلام. هذا موجود عند بصقر موجود عندك يا غانم؟ والله عندي بس الجزء الجديد يعني الالكتروني شوي. يقول لك عنده بس اللي عنده الكتروني وكمبيوتر ويهوز ويمشي بروحه. لا هذه الله يطول عمرك يسخنونا على العموم. شو اسمه يا غانم؟ لا اللي مركب البلك ها شق السويتش وتوكل على الله. ها غانم يقول لك الوتي الله هذا هو تستاهل الله يبارك لك ما اشر لك روح والقلب داعي لك تستاهل والله. شوف ايش مكتوب عليه بيت بصقر. لا لا الا غانم الله يبارك لك يستاهل والله. طبعا احنا اليوم بطلنا كل شيء موجود في بيت بصقر ويبنى الاغراض الحين عندنا والله انت الحين استعملها اوي الحين كل شيء الحين موجود في البيت كله عندك هالريموت هذه طق شغل الحين ولا انت طبعا هاي اللي بحتاج ها يقول اروح بيوت وفي اللي يفرونه وفي بالريموت كنترول معناته البيت للحين موجود. انا دشيت البيت والله ودشيت الميلس عنده ربي احلف اني نفس السويتش. على العموم يقول شو اسمه ما ادري قول حق قول حق جبر اكو جبر قول له قول له شو اسمه ما اعرف الجواب مشكله شو اسم القطعه زين جبر الله يمسك بالخير. ها جبر شو تقول؟ الله يمسك بالنور. ها شو اسمه هاي سويتش يقول لك سويتش عندك الجواب ها سويتش ولا ها؟ ولا عندك اسم غير انا اقول صح انت شو تقول ها صح صح على كيفك يستاهل ها زين توكل السويتش جبر تستاهل السويتش بلك شماله عادي جبر نعم شماله ذي السويتش هاي اللي اول كان يستخدمون حق اللي يبطلون الليت يبطلون اي شيء في البيت أول. اذا تبي تشوفه اذا تبي تشوفه موجود ببيت بصقر للحين يستخدمه اليوم ان شاء الله الحين يعيله يقول لا تروح اضحك وياك. على العموم موجود في سوق واقف في محل في حيل التراث تعال واخذ لك حق ميلس الله يبارك لك تستاهل تستاهل تستاهل. لكن عندك طبعا مثل ما قلنا لكم بدايه البرنامج كل صغيره وكبيره كل الاشياء موجوده في سوق واقف سواء قديمه ولا حديثه جديده موجوده القطع التراثيه موجوده اشياء قديمه والله في اشياء ما تخطر على البال موجوده حتى يعني اقصد بتشوفونها انتم تعالوا صح وشوفوا المحلات فيها اشياء ما تخطر على بالكم مكتوب عليها وفي اشياء نسيتوها طبعا ذكرون. احنا ايام عرس بصقر كنا نستعمل المدخن والمرش صح كلامي قبل هالكلام ولكن ما نبي هذه ما نبي نطول عليكم تبغي هذه عشان نشيلها خفيفه مش ثقيله خلها ايش حق هذا حق ها ماكينه خياطه اخواني المشاهدين ان شاء الله يفهمون هذا بيساعدوني بيعلموني باسمها زين انا اعرف انها ماكينه خياطه لكن لها اسم
شو اسمها؟ قول. انا اقول اخواني ان شاء الله توكل بيجاوبون بيعلموني ان شاء الله باخذ الجائزه عنك. انا ماني بقايل، لكن ساره هي اللي بتقول تستاهل. تلقى ساره تعب؟ لا ساره ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا سارة، شلونك؟ الحمد لله بخير. تعرفين شو اسم الماكينة؟ الأول أنا أبي الأول، ها ما أبي الحين. شو اسمها؟ أعطوني احتمالات. نعطيك احتمالات؟ أنت أول شيء أعطيني اللي جاب اللي عندك، أنا بعطيك احتمالات. ماكينة خياطة. عطها عطها. احنا نقول لها ممكن الخياطه، هي تبي الاحتمالات. احنا نقول يعني يا الخياطه يا الكرخانه، يعني يا واحد يا اثنين، يا الخياطه يا الكرخانه. تعبت؟ لا لا لا. زين الخياطه. ها الخياطه خياطه ولا الكرخانه؟ الكرخانه. تقول قالت ايش قالت؟ الكرخانه. الكرخانة صح؟ اي الكرخانة. علمتم تستاهلين. الله يبارك لك. وهذه انا اقول لك انت اجابتك صح، لكن انا شفتها بعيني ياشر ويقول لك الحين انا وانا اشر في يدي الماكينة ها اخيط مبلغ شقل. انا شفتك تسوي هالشكل، تسوي كذي وتسوي حركاتها. على العموم شدك بعد غير عندك سؤال؟ ها عندك بقى شيء في البيت ما يبنى؟ وين؟ جرس هذه؟ هاي له ثلاثة أسامي. سؤال هدية من عندي لك وهدية من عندك حق الجمهور. شو اسم؟ شو اسم؟ ما بهذه؟ شو اسم هذه؟ ناصر. ناصر. الو ناصر، الله يمسيك بالخير. مسيك السرور، مسيكم الله بالخير. الو هذه ناصر، هاي الهاون صح؟ الو ناصر انا سمعك. ناصر. الو ناصر. اسمعك يا حيل. ايوه انا سمعك، من وين تكلمني؟ كلمك من المعادر الجنوبي يا طويل العمر. الله يحييك يا مرحبا بك. هذا اللي في يد اخوي بصقر الهاون، هذه شو اسمها؟ لها اسم ثاني، النجر او المدك. لا لا انا اقول لك هذه لها اسم. روح يد الهاون او يد النجر. بس يقول يد الهاون. يستاهل. نعم. ها علمته اكيد. هو يقول ناصر تستاهل، الله يبارك لك. اي والله يستاهل. واجابتك صحيحه 100%. وهذا نبقي في نفس السؤال، ايش حقه يستخدمون؟ انت قول لهم ايش حقه يستخدمونه. هذا يد الحين قلنا الهاون ويد الهاون، ايش فيه يستخدمون الهاون؟ ايش يسوون فيه؟ بيض الله وجهك. وجهك ابيض. مشاهدينا وصلنا الخط الحمر. الله أكبر. الوعد أسبوع الجاي الله يجعلنا من الحيين إن شاء الله. أنا بالنسبة لي خلصت، لكن حق أخوي بصقر باقي له نهمة واحدة من خاطرك. تمام. حق أخوانك ويستهلون. المشاهدين عطهم، وأنا أقول لكم سامحوني على القصور، حتى السؤال الذهبي مر علي ونسيت أقوله لكم، لكن معوضين خير إن شاء الله الأسبوع الجاي. يستاهلون. بصقر اليوم نساني كل شيء، والوعد حتى القماش في مخباه، لكن انا اقول لكم مع السلامه. انتهت الحلقه بالنسبه لي، لكن حق اخوي بصقر نهمه ويقول لكم مع السلامه. ويبصر. والله يحفظكم ان شاء الله. يا من غرامه ورود حشاه شيبها نواظري من سهام البين شيبها
الحسن أبد ما شفت شيبها ها حب شدهني عن الطاعات والهاني